لم يرهب التشويش الإسرائيلي لأنظمة مطار بيروت الدولي شركات الطيران الأجنبية، فهو اليوم يعج بالوافدين الذين أتوا لتمضية الأعياد مع عائلاتهم. رغم خضة التشويش الإسرائيلي الذي يشهده مطار رفيق الحرير الدولي منذ أسابيع عدة، ها هي رحلات شركات الطيران الأجنبية من وإلى لبنان تتضاعف، علما بأن حركة مطار بيروت لم تتوقف يوما، بل ما زال يستقبل 11 ألف شخص بشكل يومي منذ بدء موسم الأعياد، مقابل مغادرة نحو 8000 شخص. تعودنا اللبناني مش من هلأ بأحلك الظروف، دايما مجيئه إلى لبنان عم بيكون حتمي. يعني شفنا وقت كورونا، وقت اللي كنا عم نعمل إجلاء، ومن بعدها وقت اللي فتح المطار جزئيا وكيف بلشوا اللبنانيين يجوا. السنة الماضية كمان شفنا الصيفية كيف كانت عم تعج بالناس. هلأ مثلا على الرغم من هالعدوان الكتير كبير اللي عم نشهده اليوم، العدوان الإسرائيلي على غزة وعلى لبنان، الحركة ممتازة. يعني هلأ عم يكون معدل القادمين باليوم الواحد فوق 11 ألف راكب. شركات الطيران العالمية اللي أهم شركات الطيران اليوم بتسير رحلات من وإلى مطار رفيق الحرير الدولي، هالشركات هيدي دليل على ثقتها بالمطار هو زيادة عدد رحلاتها إلى المطار من وإلى المطار، على الرغم من الظروف الأمنية حتى اللي عم نشهدها مؤخرا، على الرغم من هالعدوان عم نشوف اليوم أنه هالشركات الكبيرة مش خفضت عدد رحلاتها إلى لبنان، لا، وإنما كمان عم بيقدموا طلب لزيادة عدد رحلاتهم. هذا خير دليل على ثقة شركات الطيران بمطار رفيق الحرير الدولي، سواء لناحية السلام العامة أو لناحية أمن الطيران كمان الموجود فيه. دموع الفرح والاستقبالات كانا سيدي المشهد في أروقة صالة الوصول، ولم يحل العدوان الإسرائيلي والأحداث الأمنية دون عودة المغتربين إلى أحضان الوطن والاحتفال مع الأهل والأحباب بالأعياد. الوطن غالي، نحن بنفتخر بوطننا، شو ما صار الوطن ما فينا نفل منه. نأكد انه لبنان باحلى حال، باحلى حالاته، ما في مشكله بدنا نيجي نعيد هون ونشوف اهلنا. كثير بحب لبنان، دائما هيك وقتها برجع بحس هيك شعور كثير حلو. ان شاء الله بهالوضع بيتحسن وبيصير احسن، بس شو بدنا نعمل؟ بدنا نيجي نعيد مع العائله. والله هي حبنا للبنان، صدقيني ما مخاف من شيء. هاي لبنان أهلنا موجودين، يعني لو تحت النار بدنا نجي. من الطبيعي أن يتأثر لبنان اقتصاديا واجتماعيا بكل ما يدور من حوله، لكن إرادة المواطن اللبناني ولو كان مغتربا تساهم في صمود البلد.